بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عندنا كلام كتير جدا جدا عن مباراة النجم، ورصدنا كم حاجة كده هنكلم حضراتكم فيهم في البداية، وبعدها عندنا رسالة مهمة جدا جدا للاعبي النادي الأهلي وكمان الجهاز الفني، وهنتكلم شوية عن جماهير النادي الأهلي، وبعدها في الصندوق الأسود النهاردة مليان جدا جدا، وبدعوا كل الأهلوية يتفرجوا ويتابعوا ويشوفوا الدنيا فيها إيه، يتقال فيها إيه، ولينا حق الرد. ودايما بنقول لحضراتكم إحنا الفعل مش رد الفعل، بيحصل بعض الأمور، بيحصل بعض الكلام، دورنا نوضح لكل جماهيرنا في كل مكان كل حاجة. وبعدها هيبقى معانا واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار ومن رموزه الكابتن إبراهيم عبد الصمد في فقرة الضيف. خلوني في البداية أتكلم مع حضراتكم عن جماهير النادي الأهلي العظيمة، وأتكلم عن مباراة النجم الساحلي. أكيد محدش فينا كان يتوقع الفوز الكبير العريض، ولكن بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى والجماهير واللاعبين والجهاز الفني وكل أهلاوي كان بيتفرج على المباراة في البيت قبل الاستاد، ربنا استجاب لرجولة اللعيبة. وأنا قلت لكم في الأدوار النهائية الأهلي بيبان بشكل مختلف، تحمل المسؤولية بيبقى موجود، حالة التركيز، الانضباط، كل حاجة بتبقى موجودة، لأن ده الأهلي في الماتشات الصعبة بيبان معدن اللعبة. وكمان بأكد لحضراتكم على نقطة برضو مهمة جدا جدا في البداية، إن جماهير النادي الأهلي لعبت دور كبير. واسمحوا لي هبتدي قبل ما أتكلم عن أي حاجة أتكلم عن جماهير النادي الأهلي وعن الجماهير عملته في الملعب. بشكر كل واحد راح من الساعة 9 الصبح و10 الصبح الاستاد برج العرب، واللي سافر من اسكندرية ومن أسوان ومن منصورة ومن كل مكان في مصر، من كل مكان في مصر ليكوا كل التحية والتقدير على المشهد الأكثر من رائع اللي دايما جماهير النادي الأهلي عامل السحر. جماهير النادي الأهلي السند الحقيقي، جماهير النادي الأهلي العمود الفقري بتاع فرقتها على مدار التاريخ. شايفين الصورة هي دي اللي اتكلمنا عنها، تالتة شمال هنقول بصوت عالي ألتراس أهلاوي، هنقول كل جماهير النادي الأهلي بكل انتماءاتها، هنقول كل أهلاوي في كل مكان اللي كان بيدعي للفريق من البيت هنقول له شكرا، شكرا على المساندة والدعم والجدعنة والجماهير بتعمله من قبل كمان المباراة، والكل بيقول أفريقيا يا أهلي ورايحين نشجع. الناس اتكلمنا حضراتكم في كل حاجة قبل المباراة، اتكلمنا حضراتكم في اللي راح يتصور ما يروحش، اللي تروح الاستاد تروح تشجع. فمن هنا نقلت الصوره للعيبه، فعليت حاله التركيز مع الجهاز الفني، وهو ده الدور الايجابي قبل ما تبقى في المدرج، لا من قبلها الكل بيستعد. عايز اتكلم على ضربه البدايه وانا بحكي لحضراتكم بعض الحاجات المهمه اللي ما حدش اتكلم فيها. النادي الاهلي سنتر جاب الهدف في البدايه، جاب مجهود لاعبيه وبتخطيط مديره الفني، لكن اللي عمله جمهور النادي الاهلي انا ما شفتش حد عمله في العالم. جمهور النادي الاهلي اللي عمله لحظه تدعو للفخر. الارتباك اللي كان في فريق النجم، وهي دي الحقيقه، الارتباك كان بسبب جمهور النادي الاهلي، هي دي الحقيقه. الحقيقه جمهور النادي الاهلي اول ما الفرقه سنطرت قال من ثالثه شمال، انا شفت في المدرج امور غريبه جدا، شفت كل جسمه اشعر، شفت اب بيحضن ابنه، شفت الملعب بيترج وبيتهز. اقسم بالله حسيت اللي نفسي البس تيشيرت الاهلي وانزل العب تاني. فالناس انتفضت، الكل قام الثالثه شمال، النادي الاهلي جاب هدف، ارتباك في صفوف النجم، وسببه لعيبه الاهلي الرجاله، واكيد تخطيط الجهاز الفني، لكن برضه الفضل لجمهورنا اللي دايما في المواقف الحاسمه مش بيهز جبال، بيرعب اي فريق. وانا بحب قوي مدرسه لما تقابل فرقه كبيره المدير الفني بتاعها يصرح انا جاي اكسب، مش عارف، لكن تخاف لما المدير الفني الخصم يقول لك ايه. انا بحترم فريق النادي الاهلي، بحترم تاريخه، بحترم جمهوره. فاي واحد يقول لك كده مدير فني تسمع التصريحات دي تعرف اللي هو جاي مرعوب، وده اللي حصل. حصل بمسانده جماهيرنا، وهي بتقول من ثالثه شمال زي ما قلت لحضراتكم من شويه، الملعب اترج، الناس كلها اطفال شباب سيدات، الناس سمعت بالنصيحة، الناس كلها عمالة تشجع. أول ربع ساعة البداية ولا أروع ولا أروع، ودايما الناس في عالم كرة القدم ما يجيب هدف في البداية يقولك يحط إيده على قلبه، لكن جمهور الأهلي موجود،
يخليك تجيب التاني والتالت والرابع. فمن هنا ابتديت بجمهورنا، جمهورنا السند الحقيقي، جمهورنا الواعي المحترم، جمهورنا اللي ملوش دعوه بانتخابات ولا ليه دعوه مين مدير كوره ولا مين رئيس نادي ولا مين ولا مين ولا مين. جمهورنا اللي عايز يفرح واللعيبه تفرحه ويفرح. جمهورنا ملوش مصالح. جمهورنا بيعشق يشوف النادي الاهلي على منصه التتويج. جمهورنا بينفذ مبادئ النادي الاهلي. جمهورنا لما الاهلي يبقى في محنه بتلاقيه بيروح التتش قبل اي مباراه بيساند ويدعم. جمهورنا لما لعيب يحصل له هبوط في المستوى بتلاقيه هو اللي واقف في ظهره ويناديه زي وليد ازارو وغيره 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 من اللاعبين. رصدت كام حاجه عايز اقولها لحضراتكم غريبه جدا بالنسبه لي، عشان هو الاهلي مش فكره انتصار، هي فكره ايد واحده وتكاتف واحترام ما بين الجماهير واللعيبه والجهاز الفني وادارته وكل المنظومه الاهلاويه المحترمه.